بغيتو تعرفوا شنو جازهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. عمدو من عندك يبر الجوز دائما عليك أن تتفرغ للأمور المهمة في العمل، فذلك سيبعدك عن الشكليات والمواجهات غير المجدية والعقيمة. عارفين من كثرة العمل غادي تبعدك على حد ما عن الشريك، وهذا غادي يدفعك للتذمر في بعض الأحيان، فحاول التوفيق بين الاثنين. صحيا تبع التعليمات الغذائية بلا خروق لأنها الضمان الوحيد المحافظة على وضع صحتك المستقرة. برج الثور مهني تجنب قدر المستطاع الجدالات العميقة وركز على المهم من أجل إنتاج أفضل ما تريد إنتاجه المحافظة على سمعتك. عاطفين إذا كنت تشعر بأن استقرار مع الشريك لم يعد ممكنا، بادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل النتائج الوخيمة. صحيح يجب معالجة الأمراض التي تظهر فجأة ولا تتردد في الذهاب إلى الطبيب. برج الحمل مهنيا تجنب قدر المستطاع الجدالات العميقة وركز على المهم من أجل إنتاج أفضل. أما عاطفيا إذا كنت تشعر بأن الاستقرار مع الشريك لم يعد ممكنا، بادر إلى البحث عن الأسباب. صحيح يجب معالجة الأمراض التي تظهر فجأة ولا تتردد في الذهاب إلى الطبيب. أما برج الأسد فمهني برهين عن ليونة وذماتة أخلاق ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة. عاطفيا يحمل إليك هذا اليوم وضعا عاطفيا مرضيا، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقا بنفسك. صحيا ميلك إلى ممارسة الرياضة يكسبك بعض الراحة النفسية والقدرة على التحدي. برج السرطان مهنيا يحمل إليك هذا اليوم تطورات سريعة مناسبة لك في العمل. عاطفيا لا تضغط على الشريك كثيرا، فهو يعاني بعض المصاعب وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك. صحيح حتى لو كنت تعتبر أنك تتمتع بصحة جيدة، يمكنك البدء باتباع حمية غذائية أو الانضمام إلى صف رياضة بدنية. برج الميزان مهني لا تتدخل في أمور لا تعنيك، لا سيما أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر بحسم قريب لم تكن تتوقع على الإطلاق. عاطفيا حاول تلطيف الأجواء مع الشريك وخفف من الغضب الذي انتابك في الأيام الماضية، إلا تكون الضحية إذ قد يتخلى عنك فجأة. صحيح عليك الانتباه إلى الاضطرابات الصحية التي قد تصاب بها اليوم ولا تستخفي بها إطلاقا. برج العذراء مهنيا تعيش يوما متعبا، فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثر خطواتك المستقبلية. عاطفين الضغوط من جانب الشريك قد تترك آثارا سلبية على العلاقة بينتكم. صحيح يجب فحص نفسك للتأكد من خلو جسم من أي مرض خطير. برج الجدي مهنيا تكثر الزيارة المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية. عاطفيا تعرف هذا اليوم لقاءات مفاجئة وقد تتلقى أخبارا مفرحة من قبل الحبيب. صحيا كثرة المطالعة والجلوس ساعات طويلة تكون لها مضاعفات سلبية. برج القوس مهنيا العون الذي حظيت به أخيرا يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله. عاطفيا إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة فقد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك. صحيح حاول استعادة قوتك المنيعة وعد إلى حياتك اليومية المعتادة. برج العقرب مهنيا أحد الزملاء يبشرك بأخبار مفرحة فتشعر بمزيد من الاستقرار. أما عاطفيا تقرر والشريك القيام بخطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفا من انهيارها في أي لحظة. صحيا لا ترهق أعصابك وتنفعل بسبب أمور تافهة. برج الحوت مهنيا أنت بارع في مجال عملك، فلا تغامر وتغير هذا المجال بسبب الظروف الحالية. أما عاطفيا الحبيب دائما يقف إلى جانبك، فلا تشكك في حبه وإلا خسرته وخسرت سعادتك. صحيح ممارسة رياضة اليوغا أفضل رياضة لك في ظروفك العصيبة والمتوترة. الآن نختم مع برج الدلو مهني العمل بكل طاقتك يمنحك خيارات أكبر إلى جانب تعزيز قدرتك في حلحلة الأمور كلها وتصويب بعض الأخطاء أو الهفوات. عاطفين عليك أن تبحث عن أسباب الخلاف مع الشريك وحاول أن تكون منطقيا في المعالجة لحصد النتائج الإيجابية. صحيح حاول التخفيف من حالة التوتر التي قد تنعكس سلبا على وضعك الصحي. إلى هنا كتاي أبرجنا هذه اليوم، غادي نودعكم حتى نتلقى مع أبرج غدا، تبقى على خير.